تأتي مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي المشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وذلك بهدف التعريف بمهام القوات الخاصة للأمن البيئي والتي تشمل المراقبة الأمنية البيئية، القبض والاستيقاف، ضبط وتحرير المخالفات البيئية، المشاركة في حالات الطوارئ البيئية، وكذلك المشاركة في التوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبيئية، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، إضافة إلى أيضاً يتضمن الجناح توعية الزوار بشكل عام والمهتمين بالإبل بشكل خاص بمخالفة الرعي المخالف والسلوكيات السلبية التي تؤثر على الغطاء النباتي والتي لها دور كبير في ظاهرة التصحر، إضافة إلى تعزيز أهمية الاستدامة البيئية ودورها في تحقيق جودة الحياة. أدعو الجميع إلى زيارة الجناح والتعرف على محتوى المعرض لدورها في بناء ثقافة بيئية تعزز من مستوى الوعي البيئي.